النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وتقبل الله صيامكم وقيامكم. سادت أجواء مستقرة نهار هذا اليوم، ولكن بالرغم من ذلك بقيت درجات الحرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بكثير، وكانت الأجواء في ساعات الليل الماضي ليلة السبت على الأحد أجواء باردة جدا، وسجلت درجات حرارة صغرى منخفضة للغاية، كانت في بعض أجزاء العاصمة من حوالي فقط 6 درجات مئوية وسط أجواء باردة بوجه عام. أما في ساعات النهار أصبح الجو أكثر اعتدالا لأنه هو أبرد مما هو معتاد مثل هذا الوقت من العام. نستعرض خرائط الضغط الجوي معكم، والتي تشير إلى وجود منخفض جوي شبه خماسين يتحرك نحو الأراضي المصرية مع ساعات نهار يوم غدا يتمركز تقريبا أواسط الأراضي المصرية. هذا منخفض الجوي الخماسي يتوقع يتحرك نحو الشرق والجنوب الشرقي مبتعدا عن المملكة بتأثير مباشر، إلا أن هناك حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي إثر تأثر هذه المنطقة بهذا المنخفض الجوي، ربما تؤثر على أجزاء من المملكة غدا، تقوم بشكل أساسي على شكل تكاثر لكميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية، وبالتالي غدا مع ساعات العصر والمساء سنلاحظ أن الطقس سيكون غالبا غائم، وتتهيأ على إثره فرصة لهطول بعض الزخات المحلية من الأمطار، ولكن في مناطق عشوائية من المملكة غالبا ستكون هذه الأمطار محلية الطابع، وبالأكثر الفرصة متهيئة في المناطق الجنوبية أكثر مما هي عليه في باقي مناطق المملكة. بالرغم من ذلك يتوقع أن يطرأ بعض الارتفاع على درجات الحرارة غدا نهارا إثر تأثر هناك بهذا الامتداد الضعيف للمنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى. طبعا بالنسبة للأحوال الجوية متوقع خلال ساعات السحور هذه الليلة تهبط درجة الحرارة الصغرى في وقت السحور إلى 8 درجات مئوية، وبالتالي يستمر الطقس البارد غير المعتاد لمثل هذا الوقت من العام، وفكرة السحور في الخارج تبقى سيئة في شرفات المنازل بسبب هذا الطقس البارد، وتكون هناك بعض الغيوم المتفرقة ظاهرة في الأجواء. بالنسبة للأحوال الجوية متوقع مع ساعات الإفطار ليوم غدا يتوقع أن يكون الطقس غالبا غائم مع وجود احتمالية كما ذكرنا تدريجيا لبعض الزخات المحلية من الأمطار، تكون درجة حرارة وقت الإفطار 15 درجة مئوية، أي أن الطقس مائل للبرودة في ذلك الوقت، وبالتالي تبقى فرصة أو فكرة الإفطار في شرفات المنزل في الخارج ما زالت سيئة، ربما ننتظر بعض الشيء الأيام القادمة تعاود قليلا درجات الحرارة للارتفاع ويعود الطقس المعتدل المعتاد لمثل هذا الوقت من العام بمشيئة الله تعالى. دعونا نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غدا والصغرى الليلة التي تلي القادمة مع الأحوال الجوية في محافظات المملكة، ونبدأها من المناطق الشمالية من المملكة. في إربد من 21 إلى 8 درجات مئوية، في جرش 20 إلى 9، في المفرق من 21 إلى 10، أما في عجلون من 19 إلى 8 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة من 18 إلى 11، في الصلد من 22 إلى 12، في الزرقاء من 21 إلى 10، في البحر الميت من 28 إلى 18، أما في مادبة من 21 إلى 12 درجة مئوية. جميع المناطق الشمالية والوسطى الطقس غدا سيكون غائم جزئي، تتكاثر كميات من السحب المتوسطة والعالية، ومع ساعات العصر والمساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار محدودة الطابع بشكل عام وعشوائية الانتشار. المناطق الجنوبية من المملكة ربما تكون فرصة الهطول بها أفضل مما عليه الحال في شمال وسط المملكة، ولكن أيضا مع ساعات الليل تكون في الكرك من 17 إلى 11، في الطفيلة من 20 إلى 13، في معان من 21 إلى 13، في الشراء من 18 إلى 12، أما في العقبة فتكون من 30 إلى 21 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. المناطق الشرقية من المملكة تكون فيها درجات حرارة من 24 إلى 12 في رويشت، في الصفاوي 24 إلى 11، وفي الأزرق من 25 إلى 13 درجة مئوية، وتتشابه الأجواء غدا في معظم مناطق المملكة. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، إذا غدا كما ذكرنا بعض الأحوال الجوية غير المستقرة من 18 إلى 11، أما يوم الثلاثاء فيطرأ ارتفاع
قليل على درجات الحرارة، وبالرغم من هذا الارتفاع تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية نسبة لهذا الوقت من العام. طقس راح يكون غالبا مشمس ربيعي لطيف ما إلى البرودة في ساعات الليل، لكن هناك ارتفاع أفضل على درجات الحرارة في ساعات تصل 12 درجة مئوية. تعود مرة أخرى درجات الحرارة للانخفاض يوم الأربعاء، تسجل 18 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى في ساعات النهار، 9 درجات مئوية في ساعات الليل، ويسود طقس بارد نسبي في المرتفعات الجبلية، ربيعي لطيف في باقي المناطق، في حين يكون طقس بارد بشكل لافت في ساعات الليل وغير معتاد لمثل هذا الوقت من العام، وتسجل درجات حرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 6 درجات مئوية دون المعدل. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة بشأن الأحوال الجوية في المملكة. ندعوكم دائما على تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقع طقس العرب أو متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.